مشاهدينا مكملين صباحنا ورح نعرف أكثر عن خلطة علم نفس مع تغذية مع رنا شعيب. صباح خير رنا. صباح النور. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك رنا. كتير عجبني شو بقولوا العنوان، لأن عادة بنحكي عن تغذية أو عن علاقتنا بجسدنا أو كيف بدنا ناكل من ناحية فيزيولوجية، بس ولكن بنعرف إنه أنتم بتتعاونوا مع بسيكولوج بشغلكم، لأن تقريبا السمنة أو ما خلافها أو الضعف له علاقة بشو واحد عم بحس طبعا، كيف علاقته بشو عم يعني كآبته، حزنه، غضبه، رفضه، بقده لأنه يا ننصح يا نضعف، كل حالة شكل. فحتى ما أنا أحكي كل حلقة كيف رح تتناول الموضوع؟ اليوم حنحكي عن موضوع كتير 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 مهم. هلأ أنا بسميته فن استغلال الحاضر. فن استغلال الحاضر؟ اللي هو المايندفولنس، يعني كيف نكون نحن هون وهلأ وبهيد اللحظة حاسين بكل شيء حوالينا، وكيف ممكن هيدا الموضوع يوصلنا لخسارة الوزن والحصول على الوزن البطنية. كتير حلو. فأولاً لحتى نشرح بشكل عام شو هو المايندفولنس، أو شو هو نحن كمان تسمى يعني اليقظة الفكرية، أما اليقظة الذهنية بهيد اللحظة. يعني هلأ نحن هون باستديو، يعني نحن هلأ قادرين نشم الروائح الحلوة، حاسين فيها، مركزين على الإضاءة، مثلا في إضاءة هون، في عنا الكاميرا، في عنا المساعدين، هو اللي نحن هلأ حاسين فيهم. نستشعر الطاولة بيضاء، مراقب الخيطان اللي على الطاولات، هول الأشياء اللي موجودة، لون الأرض. إذا حواسنا فايقة وعم نوعج عم نحس، حاسة بكل لحظة بهيدي دقيقة. أوكي، هيدي هو استحضار، هو استحضار اللحظة أما تكوني أنت هون. نعم. فعامل الحواس الخمسة والحاسة السادسة كمان بتصير أكتر موجودة. شو بفيدنا هيدا الموضوع؟ هيدا الموضوع بساعدنا بكتير كتير كتير أمور. أولا بحسن النواقل العصبية بدماغنا لحتى يخفف من النسيان، يخفف من التوتر، يعطينا تركيز أكبر، يعطينا حضور أقوى وذاكرة أكتر وتأثير أقوى بالحضور لما تكوني أنت موجودة. عظيم، واضح. فبالتالي أكيد منه شيء بالهين، بس شرط هيدا الشيء اللي عم تقولي له وعي. هو يعني نحن طول الوقت عم نمشي بالطريق وعم نشوف ناس وعم ناكل وعم نضحك وعم نحضر مسرح، بس أنت المطلوب منا اللي عم تقولي له نوعا شو عم نعمل، يعني نحسه. صح. أنا عم بتنفس. صح. أنا عم شم ريحة حلوة. إنه أنا هلأ سعيدة. أوعى شو عم بحس هلأ. أهميته إنه نحن هلأ منقول الطرق كيف فينا نتدرب عليه. بس نحن نتدرب عليه بالطريقة المضبوطة نحن قادرين نتخطى كتير أمور حلوة بحياتنا. كيف نتدرب؟ بلش. بداية أول شيء مثل ما اللي ذكرتي التنفس. فمرات لما أنت تكوني قاعدة نرجع ننتبه إنه نحن هلأ عم نتنفس بهيد اللحظة. لحظة معي لورك كل الوقت بتحس إنه نحن هلأ قاعدين عم بتفكري قبل شو صار بالفقرة اللي قبل، يمكن قبل ما إجا على استديو، بعد ما أظهر هلأ عندي غير واحد اثنين ثلاثة عم بليون شغلي هلأ موجودة. فتخيل إنه عم ما ناسيين نفكر بهيد اللحظة الحلوة اللي هلأ أنا قاعدين أنا وياكي وعم نحكي فيها وعم نتحدث فيها. لنقدر نوصل لهيد المرحلة أول شيء بنبلش بالتنفس. تدريبات على فكرة الحلو بالمايندفولنس إنه نحن بنوصل له، ما ضروري إنك أنت تاخدي نص ساعة بريك من حياتك لحتى تقعدي بقلب الأوضة تعملي مديتيشن لحتى توصلي له. قادرين نتدرب عليه بأبسط التفاصيل اللي عم نعملها، بس تفيقي أنتو عم تفرش أسنانك، فيك تكوني أنتو عم تمشي، أنتو عم بتسوق السيارة، قديه بتلاحظي إنه مرات في طريقة معود عليها على شغلك بتكوني فايقة تاني نهار الصبح رايحة على مطرح تاني بتوصلي على شغلك وأنت منك منتبهة. مش عارفة أي طريقة عم سوق، كيف وصلت؟ كيف وصلتي ما بتعرفي، قد ما في أفكار بقلب راسنا. ففينا نستغل الطريق نحن وماشيين إنه نحن نكون مركزين على التفاصيل، على السيارات اللي عم تمرق حوالينا، على الشجر اللي عم نشوفهم، على الطقس، على كل هيدي التفاصيل. هون نحن منبلش نستحضر من خلال الأفعال اليومية اللي نحن عم نعملها. حلو. في من الأمور اللي كتير بتساعدنا المشي. المشي من دون يعني نحن وحافين القدمين. واو، أحسن شيء. هيدي أحلى شيء على الرمل، على العشب، هون بتصير تستشعري أول شيء بنعرف نحن الأقدام قدام يعني مليانة بالخلايا العصبية اللي بتحرك التركيز والوعي بهيد اللحظة. فأنت فيك تحس بالعشب، تحس ببرودته، تحس ناخد طاقة الأرض لجوتنا ومليون بالمئة ومنها نعود نحن إليها طبعًا. ومنها طب بس خليني قبل ما يفوت الوقت رانا ما كتير لنا وقت، كيف فينا نستفيد هيدا بنظامنا الغذائي؟ أوكي هلأ نحن لأنه في ناس بلا وعي بيفتحوا البراد وبيقعدوا فيه.
صح 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 ما بيعرفوا اصلا انه عم يعملوا هيك. بعدين شو اكلنا وشو شربنا؟ قصدك توصل لهون انت مليون بالمية. يعني نحن بس بلشنا لهم اون جنرال لحتى يعرفوا بالضبط، لانه اول شيء تقولي لهم انه خلص لما تفتحوا انتم لوح الشوكولا دغري انتبهوا انكم عم تاكلوا شوكولا، ما فينا نوصل لهم دغري هون. فنحن بعلمنا وكلايف كوتش وك ان ال بي دائما بنبلش نشتغل لهم من الاساس، الاساس انه نولد معهم هيدي الطريقه لحتى نوصل للاكل. وصلنا للاكل وتدربنا بشو بيقدر يفيدنا. اول شيء بيقدر يحسسنا بالجوع والشبع، فياما نحن بس نروح ناكل منبلش اكل من دون ما نعرف اصلا نحن اذا جوعانين ولا نحن في عنا هلا زهقانين. فنحن بس نستحضر الوعي قادرين نركز على هيدي التفاصيل، قادرين نستحضر الوعي نحن وعم ناكل. اغلب الوقت منكون نحن عم نحط اللقمه وعم نجهز للقمه الثانيه، ونادرا هون بدي انا كل المشاهدين يجربوها هلا بس بدهم يتروقوا اما يتغدوا ينتبهوا اذا هلا هن وعم ياكلوا اللقمه كانوا عم بحسوا فيها ما كانوا يعني عم بيجهزوا بالطعام. خذوا وقتكم عرفوا شو عم تاكلوا. يعني اللوبيا غير الباميه غير الكفته البطاطا. صح صح صح. الناس على فكره عن جد ياما بتخلص بدقيقتين اكل وخلص لانه واجب، وبس ما تستمتع بالاكل وما تاخذي حقها، بصير بدك صحن ثاني لتستمتعي. فهيدا الشيء اول شيء حيخفف لي الحاجه للصحن الثاني، فحيقلل الكميه، بالاضافه انه انا بس اكل على بطء وعلى مهل، فبالتالي حياخذ الجهاز الهضمي ليوصل الرساله للعقل انه انا شبعت لحتى اوقف اكل قبل ما اوصل للانتفاخ. طب سؤال انا بصير معي، لان كيف الواحد بيقدر يدرب حاله يحس بالجوع او ما يحس؟ يعني انا ما بعرف حالي جوعانه غير ما اشوف الاكل. هي انا جوعانه، طلعت جوعانه، بقول انا طلعت جوعانه وما معي خبر، لانه عم بتفكري بكثير امور بكثير قصص، ما عندك وقت بتكوني انت قاعده فيه هون عم بتفكري باللحظه اللي انت فيها. عشان هيك بلشنا بالتدريب بالامور اليوميه لحتى نوصل لمرحله تكوني قادره شو عم بحس. تسمعي لجواتك، تسمعي لجواتك، هيدا الاساس. حلو كثير. لكن هيدا له علاقه كمان بالناس اللي بحبوا يعملوا دايت ويضعفوا، ما بتقدروا قرروا هيدا القرار قبل ما تعرفوا مثل ما قلت تمرنوا حالكم على فكرة انه جوعانين ولا شبعانين. نحن عم ناكل شو عم ناكل؟ شو عم نحس نحن عم ناكل؟ ايمتى بنوقف؟ ايمتى بنعرف انه هيدا مضر ما لازم ناكله؟ يعني نعمل كنترول على حالنا ونكون واعيين، ما يكون الاكل اقوى منا. فهو عندنا نحن الوعي بكل المعلومات، ودائما الحمد لله في توعيه دائما من كل الاختصاصيين على المعلومات، ولكن اللي عم بيكون ناقص هو انه انا كيف ولد هيدي الاراده لحتى اقدر اطبق المعلومات بشكل مزبوط. فانا عندي المعلومه المزبوطه، في توعيه شامله، ولكن انا مني واعيه لحتى اعرف اذا عم باكل صح ولا لا. فكل المطلوب انه انا استحضر هيدا الوعي، جعاني مش جعاني، عبالي حلو عبالي مالح عبالي هلأ أنا يمكن لا أنا زهقانة، يمكن إذا استحضرت الوعي بهيدي اللحظة يجي عبالي أعمل نوع رياضة. نعم. أعمل شيء تاني. كتير مهم هذا الموضوع الحقيقة رنا، أو ميز العطش عن الجوع، يمكن أطلع عطشانة وأنا قاعدة عم باكل ولا أو زهقانة مثل ما أنت قلت. زهقانة. على كل حال هذا الموضوع كمان بيتحمل بعد حلقة. بنرجع من كفية رنا. شكرا جزيلا. شكرا.